إذا ما كنت أبي أتطفل و يعني أنا أكون صامت وسأستمع، لكن بس لمجرد التوضيح لأن كثر الحديث عن موضوع الحوار وأهمية الحوار في هذه المرحلة، وأيضا مثل ما طرح أخوي العزيز يعني جزء من كلامه سليم يتحاور معنا، وأنا دائما أعيد وأكرر بأن الحوار هو حوار مع الذات أولا، يعني قبل الله تتحاور مع السلطة تتحاور مع ذاتك، تعرف أنت شو تريد بالضبط. اليوم نسمع شعار لا يوجد، وأعيد وأكرر لا يوجد اتفاق عليها، هي مجرد شعارات سياسية مرحلية، وأنا مصر بأنها مرحلية، وأنا متأكد إن ما صدر حكم المحكمة الدستورية بإسقاط القانون الحالي والعودة للنظام السابق ستسقط كلها الشعارات، وأذكركم. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى مشروع وطن. مشكلة الكويت، أنا قبل شوي قبل أي الديوانية كنت باجتماع مع أحد الرموز السياسية وشخص أنا أعتز فيه اللي هو العم أحمد النفيسي، قال يا جماعة تعتقدون بأن مشكلة الكويت مرسوم الصوت الواحد فقط؟ هل اختزلنا مشاكلنا وأصبحنا يعني نقع في خلاف يصل إلى درجة التخاصم بين الأصدقاء والأسر لأن في مرسوم صدر بغض النظر عن وجهة نظرنا؟ إن كان هذا المرسوم سليم مو سليم هذا أمر ستفصل فيه المحكمة الدستورية. موقفنا السياسي اتخذناه من شارك شارك ومن قاطع قاطع، وهذا اللي أنا قلته. وأكرر ما قال أخوي العزيز إبراهيم ليفي، لا يزايد علينا أحد، ترى الكل يحب الكويت والكل يريد مصلحة الكويت، لكن يبقى إذا ما تحاورنا الآن وإحنا نشعر فعلا بحجم المشكلة، مو بس على المستوى السياسي، ولذلك حنا جزأناها على 3 حلقات حوارية. الحريات والعدالة جزء مهم وأساسي، لأن بعض القوى السياسية اليوم اللي ترفض الحوار هي من وعدت الحريات في الكويت بالتعاون مع السلطة أحيانا وبالاستفراد في معظم الأحيان. يعني اليوم ما مقبول أن أختصر العدالة فقط بالأحكام القضائية اللي أنا شخصيا أعتقد بأن جزء منها كبير حاكم النوايا، نعم، لكن ماذا عن من يعترض اليوم على هذه الأحكام وكان بالأمس يقول لي أنا شخصيا بمناظرة حريتك توقف عند عتبة بيتك؟ ماكو شيء اسمه حريات برا عتبة بيتك. لذلك علينا أن نفهم أي دولة نريد، أي وطن نريد، لذلك الكويت الجميع، نعم علينا أن نتعايش، اقبلني واقبلك في إطار الدولة المدنية، لذلك وجدت هذه الجلسات. قضية أخرى انه البعض يقول انا ارفض الحوار مع السلطه، واليوم احنا ما قاعد نتحاور مع السلطه بالاساس، هو الحوار بيننا بين مكونات المجتمع بين الشباب حتى نصل الى نقاط ارتقاء. لكن اكو سؤال يعني يجب ايضا ان ينطرح، يعني اليوم اذا في مشروع وطن وهناك من لديه قناعات بان الانتشال لوضع الكويت من الحاله المترديه وجعلها بمصاف الدول المتقدمه الا باصلاح سياسي، والإصلاح السياسي يرتكز على إصلاحات دستورية بكل تأكيد. طيب إذا أنت بتصل إلى هذه النقطة، ما لازم إذا أنت فعلا حسب ما يعني على الأقل أدبياتك السياسية اللي تطلقها بأنك متمسك بالدستور أن تجلس مع السلطة على طاولة واحدة حتى يتم فيه هناك تعديلات دستورية، كيف ممكن نصل إلى هذه المرحلة؟ هذا سؤال مهم يجب أن يطرح، لأن الكل اليوم ينادي بهذه الشعارات دون وضع آلية، دون وضع برنامج زمني، دون حتى أن ينظر إلى مختلف شرائح المجتمع. هل نحن متفقين بالمقاصد؟ طيب لو كنا متفقين هل نحن متفقين على البرنامج الزمني؟ لذلك وجد الحوار. أنا أتمنى من كل من كان يعترض على ما طرحه الأخوة اليوم أو حتى في الجلسة الأولى اللي كانت جلسة مفتوحة حاضرها مشكورا دكتور حسن جوهر ودكتور عبيد الوسمي أن يأتي ويدلي برأيه، لأن اليوم هذه مو بس جلسة حوار بيننا، هذه رسالة سيقرأها الكل من رأس السلطة سمو الأمير من خلال بالتأكيد مكتبة وديوانة من قصاصات صحف وغيرها إلى كل مواطن كويتي بيسمع اليوم إحنا شقلنا، شنو وجهة نظرنا، كيف ممكن ننتشل البلد من الوضع اللي هو فيه. لحد يقول الوضع زين، أعيد وأكرر من شارك مو عاجب الوضع ومن قاطع يتحلطم، الكل يتحلطم اليوم. لذلك يجب أن نصل إلى مرحلة نضع فيها على الأقل خطوط عريضة لهذا الوطن الذي نريد. نتكلم عن عدالة وحريات، نعم، لكن الحريات كل لا يتجزأ. حريات مو بس أنا أكتب بتويتر وانتقد شخصيات سياسية ما حد يحاكيني، لا، الحريات أيضا أن أمارس حريتي الشخصية دون أن تضع علي ضوابط خارج عن إطار الدستور.
بحجج مختلفة. العدالة كذلك، العدالة لا يمكن نتحدث عن عدالة في بلد يحاكم فيها مجموعة من الشباب على النوايا ويترك فيها سراق المال العام. خلونا نكون صريحين اليوم، أنا شلون أقنع الشاب الصغير بأن احنا في بلد فعلا قانون، بلد يطبق فيه القانون بالمسطرة على الجميع، من سرق المليارات يتصدر المجالس، ومن أطلق بحسن نية بسوء نية تغريدة يسجن. ولا تقول لي اللي ماكو محاسبة نوايا، وإلا لما صدرت 6 أحكام براءة، والقضاء هو ملجأنا، 6 أحكام براءة. لا نقر الإساءة بكل حال من الأحوال، ولي موقف أنا واضح، لكن اليوم العدالة تتحدث عن عدالة يفترض على السلطة، والسلطة تحديدا أنا قاسل إيدي من بعض الأطراف في مجلس الأمة أن هي تقبل الحوار أصلا. لما رئيس الحكومة يصور الحوار بحب خشوم، هذه مصيبة، هذه مصيبة، احنا نعيش مأزق. السلطة بكبرها مو مؤمنة بالحوار، قل له تحاور يقول ما حب خشوم. من قال لك حب خشوم؟ ما نبيك تحب خشوم، نبيك تتحاور فقط، تسمع الشعب الكويتي ايش يريد يوصل لك يا سمو الرئيس. مضحك، استوقفني اليوم وانا قاعد استمع يا حقيقة للكوكب الرائعة اللي اليوم تحدثت عن موضوع الحلقة الحوارية، تصريح من الاخ العزيز وزير الدولة شو مجلس وزراء محمد العبد الله. مصيبة محمد، مصيبة، ذبحنا. اليوم مصرح بأن هذا المجلس سيذكره التاريخ بأنه مجلس المشاريع الذهبية. يعني في المصطلح ما أدري أي مشاريع، قانون الإعلام أو الإعدام الموحد، ولا قانون اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب، صندوق الأسرة اللي عوقب فيه من التزم بصندوق المعسرين وللأسف كوفئ من تخلف. هذه العدالة اللي ننشدها في مجتمعنا. أنا ماني ضد معالجة أوضاع المقترضين اللي جار عليهم النظام الاقتصادي بمجمله بتواطؤ من البنك المركزي، لكن بشيء من المنطق في يوم من الأيام حنا في مجلس 2009 أقرينا إسقاط فؤاد القضوة. أتكلم عن المجلس أنا شخصيا، يمكن ما صوت معها، وكانت كلفته واضحة ومعروفة. نعم كلفة عالية لكن واضحة ومحددة ومعروفة. اليوم المجلس يقر صندوق الأسرة بسقف غير واضح غير معروف باعتراف وزير المالية وكأن شيئا لم يكن، رغم أن ذاك الوقت الحكومة هي اللي ردت المشروع بحجة أنه هدر للمال العام. شيء اللي تغير اليوم هو تسويق سياسي من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية لأول مرة أو لثاني مرة بتاريخ الكويت تصير بعد المجلس الوطني. أنا آسف أطلت، لكن أنا أقول لكل من يعتقد بأن هذا اليوم الحوار تغريد خارج السرب، أقول له أنت مخطئ، مخطئ، لأننا يجب أن نتحاور. لا يجوز بأي حال الأحوال أن يستفرد مجموعة أو فرد أو حتى كتلة سياسية بفكرة الإصلاح وبأنه فقط من يمتلك مشروع إنقاذ وطن. لا، الوطن للجميع، ومن سيضع هذا المشروع يفترض كل كويتي، ويفترض أن يكون هذا المشروع يراعي الكل ويحترم الكل، وبشرط أساسي ضمن إطار الدولة المدنية والدستور. شكرا جزيلا.